المغرب بتفوز بالثلاثة يا جماعة، واحنا في المركز الإعلامي دلوقتي، فهناخد رأي زملاتنا الإعلاميين ونشوف ايه كلامهم على المنتخب المغرب، وخصوصا ان هو المنتخب العربي الوحيد اللي فاز في اول مباراة في دور المجموعات. معنا اخونا سليم من تونس، هنسأل سليم على المنتخب المغرب. سليم ازيك؟ ازيك حبيبي، ايه رأيك في المنتخب المغرب بيعمله؟ بصراحة من احسن المنتخبات العربية مش على والعالمية والعالمية والافريقية. بعد المشاركة في كأس العالم كلنا متأكدين المغرب حيعمل بطولة كويسة وحيروح بعيد ان شاء الله. المنتخبات العربية ولا واحد فيهم فاز النهاردة، المغرب بقول لهم انا بابا يلا. بصراحة المنتخب المصري كان فيه شوية بالمصري بتقولوها ازاي يعني، شوية رخف يعني بصراحة. ما ان شاء الله الماتش الجاي مستهترين في الفريق الثاني اكيد. الجزائر عملت ماتش كويس لكن ما عرفش تحافظ على النتيجة. منتخب التونسي حدث ولا حرج، ان شاء الله الماتش الجاي يعمل خير. غلبت في الدقيقة كام؟ 96. هي الكرة، الحظ ما كانش معنا خالص. انا متفائل من المنتخب المصري ان شاء الله بكره مع غانا ان شاء الله متفائل. المنتخب المغربي بما انه هو اللي بيلعب النهارده وفاز بالثلاثة، هو المنتخب الوحيد اللي موجود لحد دلوقتي فاز أكيد. المنتخبات العربية اكيد ان شاء الله يكمل المغرب، علاش لا المغرب ولا مصر الرابع. لا انت مصيبة هعملها ولا ايه تاني؟ اكيد ان شاء الله. لا المغرب احنا مطمنين على المغرب، بس يا ريت الاخوه المصريين يكبسوا شويه انفسهم في الماتش لعيبه بكره مع منتخب غانا، وان شاء الله الجزائر وان شاء الله تونس تلحق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حبيبي شوف يا جماعه يا ابن اللعيبه، كان هيبقى بكور ده عالمي، ضربه ركنيه. انا مبسوط جدا يا جماعه عشان المغرب النهارده، مبسوط جدا كمان يعني لو انت ما بتحبش المغرب وانت ما بتشجعش المغرب فيا اخي من النخوه العربيه ان انت تشجعها النهارده، خصوصا ان احنا كلنا ما فزناش. هيبقى شكلنا وحش قوي لو احنا كلنا ما فزناش، حتى المغرب ما فازتش، ولكن الحمد لله بتنقذنا النهارده. المغرب بتنقذ سمعه المنتخبات العربيه النهارده. روح لاعلامي تاني من اهلنا في تونس فراس، ايه رايك في المغرب بيعملوه النهارده؟ والله الحمد لله المغرب اثبت انه العرب موجودين، والمغرب اثبت انه المرشح الاول للتتويج باللقب القاري، بالرغم من النكسات العربيه في الجولات الافتتاحيه. المنتخب المغربي من المنتخبات التي ما تاثرتش بالمفاجات في الدوره، وانتصر على تنزانيا انتصار مهم، ويؤكد كما قلت انه هو مراهن جدي على لقب هذا الموسم، على لقب كاس افريقيا. كلمه مهمه انت قلتها، يعني ما تتاخدش في المفاجاه او في مفاجاه البدايات زي ما حصل مع كل المنتخبات العربيه في البطوله. الجهاز واضح انه في عمل كبير على المستوى الذهني بالنسبه للمنتخب المغربي، وهذا واضح منذ انت حتى كنا مش تتفرجوا على الماتش بعد ما سجلوا اول هدف، الكل عوده راحت للهجوم اجل باش تسجل الهدف الثاني، وهذا واضح انه كانوا عارفين انه في مفاجات. منتخب المصري كان متقدم 1-0 على الموزمبيق وعاد عليه، والمنتخب الجزائري كان متقدم على انغولا 1-0 وعاد عليه. بالنسبه للمنتخب المغربي اكد انه هو كما قلت بشيران على لقب المغرب. في حاجه لازم كلنا نتعلمها من منتخب المغرب النهارده، كل منتخباتنا لما سجلت جون بدري قال لك خلاص الماتش بتاعنا، قال لك خلاص الماتش بتاعنا، عادت للدفاع. النهارده المغرب لما سجلت جون عملت ايه؟ راحت للهجوم، ادي له الثاني والثالث واقعد مرتاح. صح صح، هو ده اللي المغرب عملته النهارده. صح، وهذا واضح، وكما قلت المغرب عنده فريق ممتاز وبشيران على اللقب. وده يرجع لمين بقى؟ للمدرب. المدرب طبعا الرجراجي مدرب عظيم يا جماعه، وهو من افضل المدربين في العالم، وده انا مش بطبل له ولا بقول كلام مش حقه، انا بقول لك النتيجه اللي واضحه قدامي. صح، مفيش فرقه عرفت تفوز، هو النهارده فاز بالثلاثه. والله بالثلاث. تقول لي فاز على تنزانيا، هقول لك هو مين اللي كان بيلعبنا يعني، ريال مدريد ولا برشلونه؟ ضد ناميبيا. ناميبيا. مصر اتعادلت مع مين؟ موزمبيق. موزمبيق. الجزائر مع انغولا، موريتانيا من بوركينا فاسو. عايز اقول لك يا جماعه ان مفيش فرقه كبيره وفرقه صغيره في افريقيا، تنزانيا من الفرق القويه جدا في افريقيا، ومعاها مدرب كبير جدا، مدرب جزائري عادل عمروش، مدرب ذكي جدا وبيتعب اي فريق بيقابله، ولكن الرجراج النهارده تفوق هجوميا وتفوق دفاعيا وتفوق ايه؟ بدنيا، ودي اهم حاجه يا جماعه في افريقيا، تتفوق بدنيا. يلا اروح اجهز المكان. maintenant on est à la 88 minutes, votre impression sur le Maroc? Je dirais que c'est formidable. Le Maroc est en train de prouver que on peut compter sur lui. Déjà avec un 3-0 au début, ça donne d'assurance et ça fait peur déjà à ses adversaires à venir. هو بيقول لك المنتخب المغربي منتخب كويس جدا جدا، واحنا معملين عليه ليوصل النهائي. هو ختم الماتش من الجولين الاول والثاني، وبعدين المدرب عمل تغييرات حلوه.
Oui. Bon, et s'ils peuvent continuer avec ce qu'ils ont développé aujourd'hui, ils pourront facilement se retrouver. Ils sont en train de regarder les mains magiques de l'entraîneur à la Gragui, de la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas de grand changement, je pense. Non, il n'y a pas c'est de grand changement. C'est le même rythme. Hein? Le même système de jeu jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ça qui est en train de consolider l'équipe. Merci. هو قال لك الاخ الصحافي قال لك انا سالته قلت له في شيء تغيير بين كاس العالم وافريقيا وكاس افريقيا قال لي ما فيش كثير المدرب خلى يعني نفس اللعيبه المغاربه اللي لعبوا في كاس العالم واللي لعبوا في كاس افريقيا وهذه تم يعني باطار فني كويس وبيعرفوا يعملوا كل حاجه يعني فهمني يعني بمعنى صح ان هو حافظ على القوام الاساسي بتاعه ما غيرش التشكيله بالظبط كاس العالم والافريقيا حتى طريقه اللعب هي نفسها بالظبط ما غيرش والراجل ماشي بمثل اللي تكسبه لعبه وكره القدم لازم تبقى كده مع التطوير البسيط وده اللي بيعمله الرجراج يا جماعه محتاجين نتفرج على الماتش ده يا جماعه عشان مصر عندها ماتش بكره مع غانا لازم نفوز يا جماعه الجزائر بعد بكره مع بوركينا فاسو لازم تفوز تونس لا بديل عن الفوز في الماتشين بتوعها باذن الله لازم يا جماعه المنتخبات العربيه لان دي اكتر نسخه فيها منتخبات هتتاهل لدور ال 16 لازم المنتخبات العربيه كلها يا جماعه بلا استثناء تكون موجوده باذن الله ويا رب يا رب موريتانيا جزائر مصر مغرب تونس ان شاء الله باذن الله هيوصلوا لدور ال 16 Go, bro. Okay. That was a very good match for Morocco, beating Tanzania by 3-0. Means that Morocco is still the strong team when it comes to Africa after showing their class at the World Cup. We've seen that they are still the champions of the world in terms of Africa because giving this performance to Tanzania, beating them 3-0, is very a great feat for them. And I think it will boost their confidence going to the next game. Thank you. كل الناس هنا بتتكلم على المغرب كويس كل الناس هنا زي ما انتم شايفين يا جماعه انا مش هقول حاجه من عندي زي ما انتم شايفين وزي ما انتم سامعين شوفوا يا جماعه الدقيقه 90 وبيلعبوا في الوقت بدل الضايع بص 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 والمغرب في منطقه الجزاء بتاعت تنزانيا المغرب ما بيدافعش مش فايز ثلاثه بيقول لك ريح لا ده فايز ثلاثه بيقول لك انا عايز افوز اربعه وعايز افوز خمسه محتاجين نتعلم كتير يا جماعه محتاجين نراجع نفسنا عادل مرموش مدرب كويس هارد لك عملت اللي عليك ولكن انت بتلعب فريق قوي جدا